غنجبد شويه المشاكل، غنجبد شويه المشاكل دابا. الوليدات، الوليدات اللي في المؤسسات، بلاتي غناخذوا الصوره. واش عرفتوا شكون عزيز عليكم بزاف الاساتذه؟ في التربيه البدنيه. اذا تنصحوا بحراره استاذات التربيه البدنيه واساتذه التربيه البدنيه للقوه الجولائيه على راسي المفتش الماده السيده المفتشه اللي كانت معنا ومازال معنا بالحضور ديالها ديما معنا السيده سفياني. الله يبارك فيك وشكرا على الحضور ديالكم. نقيفة السفياني الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء الرياضة والثقافة بإقليم ديونا. إذا كما لاحظتوا أننا كنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة 8 مارس. إذا تنظم جمعية أصدقاء الرياضة والثقافة بمديونة وكذلك الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع بدعم وشراكة مع عمالة إقليم مديونة. هنا كنبغي نوجه الشكر الجزيل للعامل صاحب الجلالة على إقليم مديونة على الدعم ديالو اللامشروط، لأنه في الحقيقة كيشجع على الثقافة ولا الرياضة بالإقليم، كذلك الجماعات الترابية بالإقليم، كذلك المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لأنها عبأت جميع الإمكانات سواء من أساتذة، أستاذات، تلميذات، تلاميذ، أطر تربوية، أطر إدارية، لكذلك منهم نشارك في هذه الدورة، هذه النسخة الثالثة. إذا شكر موصول لجمعيات المجتمع المدني اللي حتى هما عبؤوا النساء، الجمعيات ديال دور الطالبة، الجمعيات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة اللي قدروا يعبؤوا أكثر من 60 طفل وطفلة، واللي خداو كذلك كلهم الجوائز وخداو ميداليات وخداو، لأن ما عندناش حنا بالنسبة لنا كل فائز. إذا هذه النسخة الثالثة كنتمنى على أساس أنها تكون عندها واحد لا ديمونسيون ناسيونال ولما لا انترناسيونال، لان هذا الاقليم فيه مجموعه ديال الطاقات ومجموعه ديال لي زانفراستركتور سبورتيف اللي في الحقيقه كنتمناو على اساس ان هذه المدينه تعرف واحد التنميه مستدامه وتعرف واحد النهضه رياضيه، لان كاين واحد الاراده سياسيه لا للفاعل المدني لا للفاعل السياسي ولا الممثل السيد العامل كذلك في الاقليم. وشكرا لكم سيدي المدير الاقليمي. اشكر كل الساده حكام المطاف، الساده وسيدات اساتذه التربيه الوطنيه والتعليم الاول.